بسم الله، من الأدوات اللي بتفيد في الحصر إن أنا هاجي هنا لتول تشيز ألاقي بعض الأدوات. يعني مثلا لو أنا عايز أحصر مثلا كهرباء، ألاقي مثلا إن أنا أقدر أعمل سويتش وهكذا، تمام. هو أوتوماتيك هيبدأ يحصر لي الحاجات اللي أنا بحطها هنا أول ما أدوس إنتر، تمام. وبعد شوية ممكن أقول له أنا عايز أعمل تاني أهوت، أدوس إنتر بدأ يحصر لي الحاجات وبدأ يجيب لي التوتال بالشكل دوت. برضو ممكن اروح حاط مثلا حاجة خاصة بالميكانيكا، تمام، بالشكل دوت لو انا عايز اقيس، تمام. طيب وممكن اقول له انا عايز دمبر، عدد الدمبر الموجودة اهو. عايز مثلا حاجة خاصة بالإنشائي، ابدأ احط الشغل اهوت، هو اوتوماتيك بيبدأ يجمعهم مع بعض. طيب لو انا في مرة مرات حاسس ان الحاجات دي دول المفروض يطلع قيمة، هو جايب لي هنا 14 بس انا مش عايز يقسمهم لي 6 و4 و4، اروح دايس رايت كليك واقول له ميرج كاونتس، يعني اجمع لي الارقام كلها مع بعض، تمام. ده هنا بيوفر لي الحصر. الحاجات اللي احنا رسمناها خطوط بيبدا يجيب لي اللينس بتاعها، الحاجات اللي هي اريا بيبدا يجمع لي الاريا بتاعتها، الحاجات اللي هي ارقام او عدد بيبدا يجيب لي العدد بتاعها، تمام. فهو بيبقى فاهم الحصر هيستخدم ازاي. برضه عندي هنا ادوات بتساعدني ان انا مثلا اقيس حاجه مثلا من هنا لهنا، يبدا يجمع لي الارقام بتاعتها هنا. ممكن اقول له طب انا عايز اعمل بولجن، يبدا برضو يجمع لي الاطوال بتاعتها وهكذا.